أهلا أهلا، رسمة اليوم بتكون بنت إنمي، تلوينها بالألوان الخشبية وتحديدها بأقلام الأسود. فأول شي سويته حددتها بأقلام الحبر الأسود. المجموعة هذه أخذتها من شئن، وصراحة ما كانت ذاك الشي، مرة معجبتني يعني على طول انشفت وما ساعدتني بالتلوين وبالتحديد. طيب، أول شي حددته الرسمة أنا خططتها قبل، الآن جالسة أحددها معاكم في اللي حاب يتبع الخطوات بالتحديد ويبدأ معايا. التخطيط الرسم مرة كان بسيط ومرة كان سهل، وبإذن الله الأيام الجاية راح أجهز لكم رسمات تكون يعني من البداية خطوة بخطوة. اليوم الشرح بيكون تركيزنا على درجات البشرة، فيب التخطيط كان معي بسيط، حاولت أوزن مقاسات العيون وحاولت أخليها تكون العيون يعني واقعية إنمي بنفس الوقت. عرفتوا أنا أميل للستايل هذا. طبعا الإنمي زمان 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 زمان، حرفيا مرة زمان ما رسمت انمي شخصيات من عقلي، يعني على حد لما كنت صغير فعليا، وما تعلمت عليه تعليم زي الواقعي، ففعليا انصدمت بالنتيجة اليوم مرة، ورب انصدمت يعني انبهرت بنفسي، يعني ما توقعت اني اقدر ارسم انمي بهذا الشكل لاني ما ركزت عليه وما تدربت عليه، يدوب الشخصيات اللي كنت انا ارسمها. طيب نرجع لموضوع الرسمة، الشعر هنا خليته بسيط وحطيت لها اذن تكون تقريبا كذا شكل اذن حيوانات، يعني خليتها خيالية الرسمة شوي. الشعر خليته نازل على وجهها، أحب الستايل هذا يعطيني كذا شكل ناعم للشخصيات الأنمي اللي أرسمها. فيب ابتكار الشخصية اليوم كان شيء بسيط وشيء يعني ما حاولت استوحي يعني من صور خارجية، لا كذا جلست وفكرت وعجبني إني أسوي رسمة بهذا الشكل. طيب درجات البشرة بتكون عندنا على 3 مراحل تقريبا، راح يكون أصفر وبرتقالي ودرجة وردي فاتح ودرجة تقريبا تكون وردي غامق. تمام، هاي الدرجات اللي راح أنا أستخدمها بالبشرة. قبل ما نجي للبشرة هنا سويت لها يعني يدوب بلوزة تكون شوية كذا مغطية على رقبتها، ويعني خليت الستايل مرة بسيط لأنه حبيت أركز على التضليل وعلى الشعر أكثر شيء. طيب نجي الآن لعيونها، عيونها من جوا بيض العين، لو أنتوا درجات السماوي هذه اللي كأنها ما بين السماوي والموف، صراحة الدرجة شوي غريبة بس انها البياض العين مرة مناسبة الدرجة. طيب وراح اشتغل على عدسة العين انها تكون ما بين لون زيتي عشبي ولون البني، لاني صراحة الدرجة هذه مرة اموت فيها بعدسة العيون، تعطي درجة مرة حلوة. فاسوي اول شيء درجة الاخضر العشبي، وبعدين الدائرة الصغيرة اخليها بالبني الغامق. طبعا هنا ما ركزت يعني كيف اقول لكم، تضليل مرة بسيط، يعني ما حاولت اتعمق بطريقة انها تكون صعبة عليكم انكم تشوفونها، فحاولت اخلي الموضوع بسيط وقاعدة ابدا معاكم خطوة بخطوة. فزي ما انتم شايفين سويت اول شيء زيتي بعدين بني بعدين دمجت بشكل خفيف بدون ما اضغط على البني مع الزيتي بحيث يعطيني تدرجات حلوة. تمام، الحين نجي للبشرة. البشرة راح تكون بالكامل تضليلها راح اسويه بدرجة اصفر ومن درجات الاصفر الفاتحة، بحيث تعطيني طبقة فيها لمعة، عرفتوا، في اضاءة للبشرة. الورق اللي انا قاعده ارسم فيه واستخدمه معاكم الان ورق A4، ورق الطابعة العادي. فيب الادوات يعني بشرح اليوم الادوات نوعا ما اغلبها كانت بسيطه الا الالوان، صراحه يعني من الالوان الغاليه تعتبر، فاستخدموا نفس الدرجات حتى لو ما كانت عندكم نفس الالوان. طيب سويت البشره بالكامل اصفر، بعدين جينا لدرجه الورد الفاتح وسويت تحديد بالكامل نفس الفكره، راح اسوي طبقه ثانيه تكون بالكامل. بس ايش راح اسوي هنا الفرق، انه شايفين الزوايا حقت الشعر راح اغمقها اكثر، اي زاويه بتكون عندي فيها حده راح اغمقها عشان تعطيني درجه انه في ظل. الظل هنا ما راح نسوي بلون اسود او بني، لا الظل ناخذ الدرجه نفسها ونغمق منها، فبيكون عندي زاويه الانف اسفل العيون وما بين الشعر واطراف الوجه، هذه راح كلها اكرر عليها بنفس الدرجه، يعني احاول اغمق درجه اكثر. بس اول شيء بالدرجه هذه الحين زي ما انا وريتكم شايفين حددت الأماكن اللي بتكون غامقة بحيث أنها تكون وضحت لكم قبل ما أضلل البشرة بالكامل. طيب برضو الفك عندي راح أخليه شوية درجات تكون يعني أقرب لها أنه أغمق، فما أغمقها بدرجة خارج البشرة، لا بنفس درجات البشرة بس أخفف شوية، يعني أثقل على درجة شوية. فالآن راح نبدأ نضللها بالكامل بنفس الدرجة. طيب وشايفين المجموعة اللي عندي يدي هي في من ضمنها لون غامق شوية هو اللي راح استخدمه، بس برضو ترى قلم واحد يعطيكم نتيجة مرة حرفيا بطلة فوق ما تتصور. الآن أجلس أكرر على الأماكن اللي بتكون غامقة عندي، أطراف الشعر زي ما أنتم شايفين هنا والأنف كررت عليها عشان أول ما أبدأ أضلل بشكل مباشر
يكون واضح عندي الأماكن اللي بتكون عليها ظل، فأنا أشوف الأماكن قبل ما أبدأ أظلل البشرة وأشتغل عليها، أشوف الأماكن اللي أنا أبغى أركز عليها بدرجات الظل فأسويها، بحيث أن يكون موضوع بسيط علي لما أبدأ أشتغل على البشرة، لأنه أحس الإنمي حالاته لما يكون يعني كذا فيه تفاوت بالدرجات جهة العيون والأنف، وغالبا تركيز الإنمي كذا أنه درجات الظل ترى تكون بسيطة، مرة حرفيا بسيطة. مثلا لو درجة الشخصية من درجات البيج والبني يكون انعكاسها شوي بيج وبني أغمق بزيادة، إذا هي من درجات اللي فاتحة تكون انعكاسها وردي غامق وأشياء زي كذا. فيب رسم الإنمي فعلا شيء مرة ممتع، وربي الرسمة هذه ما حسيت بالوقت وأنا جالسة أرسم، فعليا ما كان نفسي أخلصها. طيب الآن جلست أشتغل على خدودها وجهة وجهها فحددتها بالكامل، الآن جالسة أركز على الزوايا اللي بتكون أسفل الشعر، لأنه برضو من رسمات الإنمي اللي لازم أركز عليها أنه أطراف الشعر وحدود الشعر من يمين يسار لازم تكون درجة أغمق، عشان تعطيني أن الشعر مرتفع عن الجبهة، عرفتوا يعني يطلع شكلها مرة حرفية. اللي انتبهتوا النقطة هذه بتلاحظون أن رسم الإنمي عندكم يتحسن بشكل مرة كبير. فهي بشوف الأطراف كيف قاعدة أغمقها بشكل أكثر، هي بنفس الدرجة بس أنه الدرجات اللي أبغاها تكون غامقة أضغط على القلم شوية، والأماكن اللي أبغاها تكون فاتحة ما أضغط على القلم، يعني ما أضغط على القلم بقوة مرة. والورقة برضو اللي أنا جالسة أستخدمها معاكم ما تتحمل طبقات كثيرة، بس حاولت إني أطلع بنتيجة حلوة. الآن جبت الفرشة، فرشة عادية حقت مكياج بس مو مستخدمة، دمجت فيها البشرة حقت الرسمة عشان تعطيني إيش، عشان تعطيني بشرة كذا فيها طبقة مع بعض، عرفتوا يعني تعطيني الدرجة اللي أنا حبتها بدون ما تطلع عندي خطوط. ممكن هي ما هي واضحة لكم بالتصوير، بس وأنا أرسم لأن نوع الأقلام الخشبية شمع شوي، فدمجها يعني نوعا ما مو ذاك الشيء، يعني تحسون دمجها شوي صعب. يعني الألوان ترى من يصدق، ترى ممكن لها 6 سنين عندي أو أكثر، وللآن يعني ما استخدمتها الاستخدام اللي أقول حللتها، يدوب كم رسمة وربي حرفيا كم رسمة وما حبيتها، بس تذكرتها ورجعت استخدمها الآن ومرة انبسط، حرفيا مرة انبسط أني طلعتها واستخدمتها. طيب الآن بدرجة أحمر أو تقريبا وردي غامق، يعني كي عرفتوا درجات الفوشي هذه الغامقة هو كذا، دمشت قعدت أظلل الأماكن بتكون فيها تظليل أكثر، وجلست أشوف الشفايف لأنه الشفايف حابة أشتغل عليها بدرجة تكون مناسبة، ما أبغاها وردي غامق ولا أحمر غامق، أبغاها قريبة لون البشرة. فجلست أكرر على أماكن الشفايف، شايفين زمة الشفايف كأنه جاية بشكل دائري، هنا هذه الجزئية هي اللي بتكون عندي شوي أغمق، باقي الشفايف بتكون عندي تدرجات طبيعية للبشرة، عرفتوا يعني من غامق الزاوية هذه سوتها غامق، الباقي بتكون أفتح منها بدرجة خفيفة. فهنا ركزت أني أسوي الدرجة هذه بحيث أنكم تلاحظونها وقت ما أنا أرسم، فظللتها بشكل خفيف، شوفوا كيف طلع شكلها معايا، حرفيا شيء مرة بطل، يعني حتى تحديد القلم الأسود بدأ يختفي معايا. الأنف رسمته مرة كان تفاصيلها بسيط، واعتمدت أنه تكون على تظليل أكثر من أنه يكون فيه تفاصيل أكثر، حطيت لها قلوب على خدها كأنه كذا بلاشر، يعني فيه حركات وأشياء، حطيت لها قلوب عشان تعطيني كذا شكل أنه يعني كيوت، عرفته. وكمان كررت التحديد على أطراف عيونها عشان أبغى تكون فيه نظرة، عرفتوا النظرة هذه تطلع حلوة بالرسمات الأنمي، تعطيني كذا تأثير كذا، تحسون الرسمة كذا عيونها حلوة، عرفتوا حتى الوصف ماني عارفة أوصف من كثر ما أنا أحس إني مبسوطة بالرسمة وماني عارفة أوصفها. طيب الآن نبدأ بجزئية الشعر، الشعر رح يكون بالكامل أسويه بني، طيب درجة البني هذه كأنها من درجات البني اللي كذا يعني غامق شوية، عرفتوا، فما أركز على الاتجاهات الشعر عادي، أظلل يمين يسار فوق تحت، يعني ما عندي أي مشكلة بالتظليل لأنه بتكون فوق وطبقات غامقة، فالدرجة هذه زي الدرجة الأساسية للرسمة، بعدين راح أشتغل على تفاصيل الشعر. طيب بنفس القلم راح أشتغل، بس يعني الآن أظلل بشكل خفيف وبعدين أرسم الخصلات بشكل ثقيل. طيب وبعدين راح نركز أصلا على حتى اتجاهات الخصلات كيف بتكون. قبل ما نجي لجزئية الشعر، توقعوا لون الأذاني إيش بيكون، طيب اكتبوا لي بالتعليقات، وقفوا الفيديو واكتبوا لي تحت بالتعليقات تتوقعون إيش هو بيكون لون الأذاني، وبس تخلصون المقطع كامل نشوفه إذا هو نفس توقعكم ولا لا، بس يعني بدون غش لحد يجي نهاية الفيديو يكتب. طيب الشعر الآن سويت الخصلات من فوق، يعني من تحت أطلع لفوق غامق، ومن فوق أنزل على تحت يكون غامق، بس مع النص أصيب فاتح، عرفتوا نفس ما أنا قاعدة أسويها معاكم الآن عشان يعطيني لمعة للشعر. طيب واللمعة هذه البيضة ما راح أكتفي فيها لون أبيض، لا
راح أحط عليها تظليل بلون أصفر فاتح، يعني درجات الأصفر اللي هي المجموعة اللي عندي مرة بطلة، في درجات مرة حلوة للإضاءة، في درجات الغامقة الفاتحة، فالدرجة هذه للإضاءة مرة حرفين تفوز، حتى راح تديكم لمعة، راح تطلع لكم الحين توضح لكم بالتصوير لون اللمعة مرة يفوز، يعني يعطي لمعة طبيعية فعليا كذا، لمعة كراتين يعني حلوة أو أنيمي حلو. فأكرر طريقة الشعر بنفس الطريقة، ودايما أركز على اتجاهات الشعر، لأنه لو أتقننا فكرة اتجاهات الشعر بتلاحظون أن رسمكم يتحسن بنسبة مرة كبيرة، يعني فعليا جزئية الشعر لو ركزتوا عليها واتبعتوا الخطوات اللي أنا أسويها وربي مرة بتلاحظون الفرق بالرسم. شوفوا هنا كيف بدأت تميل عندي الخصلة، يعني من فوق بدأت تميل وتنزع على تحت، فنفس الفكرة أضللها وأدمجها بنفس اللون، يعني أضللها أساسها بني والدمج بيكون معايا أصفر. طيب طيب الآن نيجي للخصلة الصغيرة هذه، نفس الفكرة أسويها خطوط بسيطة. الآن بنيجي لجزئية الشعر الطويلة، والحين زي ما تلاحظون حطيت ورقة تحت يدي بحيث الألوان ما تحس معايا، إحنا على قد ما نقدر نبغى كل شيء يكون نظيف، يعني فعليا هذه من أكثر النقاط أنا دائما أركز عليها وقت ما أرسم، أفضل إن الرسمات تكون نظيفة بشكل 100%، تكون نظيفة، ما أحب صراحة الرسمات اللي تكون فيها حوسة، دائما أحب إنه أبدأ بالرسم حبة حبة على مهل وأنتبه للورقة إذا كانت نظيفة ولا لا. فكنت ترسموا الرصاص، كنت ترسموا الفحم، كنت ترسموا مائي، زيتي، أكريلك، أي رسمة ترسمونها يفضل يدينكم ما تلامس الورقة بشكل مباشر. إذا كانت فحم ورصاص وألوان خشبية حطوا ورقة بين يدكم وبين الرسمة بحيث انه ما تحس معاكم. طيب نجي نكمل جزئية الشعر. الشعر زي ما انتم شايفين تحت عندي خصلات شوي كذا كأنها طايرة عن شعرها، فأبدأ أميلها بشكل مقوس، وباقي الشعر عادي بخطوط طولة، خطوط طولة، خطوط طويلة من فوق لتحت، تمام، بحيث تعطيني نفس اتجاهات الشعر، لأنه شعرها جاي ناعم وطايح على تحت، عرفتوا؟ طيب أبرز أماكن اللمعة بلون أصفر نفس ما سوينا قبل. طيب وبعدها أغمق بالبني بنفس الخطوط، أسويها بشكل طولي عشان تعطيني نفس الدرجة اللي أنا أبغاها، عرفتوا؟ يعني ما أبغاها تكون غامقة كاملة، لا أبغى يكون في تفاوت بالدرجات عشان يعطيني لون الشعر. الآن الخصلة البسيطة هذه اللي سويتها نجي بشكل مايل بدون ما تكون ملامسة الشعر بشكل مباشر، لا تكون في مسافة، وأميل وأحطها على تحت عشان تعطيني شعر طبيعي. من فوق لجزئية الإذن نفس الشيء، قلت لكم ركزوا على اتجاهات الشعر، بديت الاتجاهات اللي فوق، يعني الخصلة كانت نازلة على تحت جهة الجبهة، الشعر من فوق لا يبدأ يميل على جهة الإذن، عرفتوا؟ عشان تطلع لي الإذن كأنها فعليا طالعة يعني كذا من الشعر، عرفتوا؟ من راسها ما تجيني كأنها مركبة. طيب الآن جزئية الشعر اللي على اليمين، شوفوا كيف بدينا ننزل بالخصلات بخطوط بسيطة، أنزل من فوق على تحت، من فوق على تحت وبشكل مقوس، ما ننزل بشكل مستقيم، لا من فوق لتحت بشكل مقوس. الجزئية اللي تحت بنفس الفكرة، ابدو ميلي فيها على خفيف وعلى تحت. بعد ما نخلص جزئية درجة البني هذه راح نستخدم درجة ثانية، راح تلاحظون الفرق برضو بالتفاصيل اللي راح نسويها بالشعر. برسمة اليوم ما حاولت يعني أركز لكم على نقاط تكون صعبة وتكون تحتاج خطوة بخطوة، لا حاولت إني أسويها رسمة حلوة احترافية، بس بنفس الوقت تطبيقها يكون مرة سهل، حرفيا مرة سهل. إذا طبقته ضروري ضروري ترسلوا لي على انستغرام أشوفها، لأني مرة أنبسط، حرفيا مرة أنبسط لما أشوف نتائج رسمكم وتطبيقاتكم، سواء كان على دورة الرسم الواقع المجانية أو على تطبيقاتكم بالرسمات اللي أنزلها على اليوتيوب. كمان إذا وصلتوا لحد الآن للشرح هنا فأنتم أحلى ناس بالدنيا، سووا لي لايك وسووا لي اشتراك عشان أنبسط بوجودكم، واكتبوا لي تعليق مرة حلو. طيب الآن نجي لجزئية الشعر من فوق، نفس الفكرة من جهة اليمين نطلع من منبت الشعر ونلف على اليمين. الآن بدرجة البني درجة ثانية جديدة أبدأ أسوي فيها خصلات بسيطة عشان الدرجة شوي أغمق، بتعطيني شكل مرة حلو، عرفتوا؟ تعطيني فيه درجات متعددة بالشعر، وأنا صراحة أحب الستايلات زي كذا يعني يكون فيها اللون أكثر من درجة. الآن الدرجات أنتوا تشوفونها تكون ما هي واضحة أنها درجات مختلفة، لأنه هي نفس درجات البني بس ما بين فاتح وغامق، عرفتوا؟ فيب طلع شكلها صراحة مرة حلو، حرفيا مرة حبيتها، وربي من زمان ما رسمت إني من مرة من زمان، فأحس إني مبسوطة بالنتيجة بشكل مو طبيعي. طيب الآن بخلي إذنها والشعر اللي على رقبتها أو البلوز اللي على رقبتها بخليهم نفس الدرجة. طيب هنا صراحة ما ركزت على الستايل اللي هي لابسته، لأنه الشرح كان على البشرة والشعر أكثر شيء، بس إني قعدت أشتغل عليها شوي، ظللته بالكامل بالدرجة نفسها حقت اللي سوينا فيها بياض العين. طيب بس هنا غمقته أكثر عشان تطلع درجة واضحة، لما جيت سويتها على بؤبؤ العين من جوا
ما اشتغلت عليه مرة بس عشان يعطيني لون عين طبيعي يعني يكون فعليا حلو. طيب هنا سويت زوايا تكون شوي أغمق عشان يعطيني كذا تأثير ملابس أو تأثير ظل وانعكاس على نفس اللبس اللي هي لابسته. طيب الآن يجي دور الإذن. دور الإذن راح أسويها بطريقة مرة بسيطة صراحة، كنت حابة أشتغلها بستايل الفرو يعني ستايل جلد البسوس والحيوانات هذه، فحسيت بيطلع مرة حلو بس خفت إنه الوقت ما يكفي فقلت أسويها بستايل العادي. سر المرات الجاي بإذن الله أجهز لكم أشياء حرفيا مرة فخمة. طيب الآن ظللتها بشكل مرة بسيط، مرة بسيط، بخلي أطراف الإذن من فوق إنها تكون غامقة أكثر ومن جوه الإذن تكون فاتحة عشان تعطيني تأثير ظل وإنه من فوق جلد أغمق، لأنه العادة من جوه يكون درجة ومن فوق يكون فرو. فسويت بهذا الشكل، غمقتها بنفس الدرجة، بعدين استعنت بقلم أزرق يكون غامق أكثر بحيث يسهل علي الموضوع، وغمقت الأطراف حقت الإذن وغمقتها برضو من فوق ونفس الفكرة على جهة الإذن الثانية. بكذا يكون خلصنا رسمة اليوم، صراحة من أحلى الرسمات اللي رسمتهم ومن أحلى مقاطع نزلتها على اليوتيوب. أعطوني رأيكم، اكتبوا لي تعليقات حلوة تبسطني. أشوفكم بالمقطع الجاي. See you.